دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي أمامة فرآه يحرك شفتيه، فقال بأي شيء تحرك شفتيك يا أبا أمامة؟ فقلت أذكر الله يا رسول الله. فقال ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك بالليل والنهار؟ قلت بلى يا رسول الله. قال تقول سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما في الأرض والسماء، والحمد لله ملء ما في الأرض والسماء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. هذا يا جماعة لو قلتوا كأنك ذكرت الله سبحانه وتعالى في الليل والنهار. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر، والصبح إذا أسفر، إنها لإحدى الكبر، نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. قال أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلتها فإن صلاتكم تبلغني. فصلى الله على محمد، اللهم صل على محمد صلاة دائمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الفخامة والدولة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن نرحب بكم وننقل لكم تمنياته بنجاح هذه القمة السعودية الأفريقية الأولى. تحرص المملكة والدول الأفريقية على تعزيز التعاون بما يسهم في إرساء الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع، وأن ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني، لنؤكد ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القسري وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام. دحوم ظنك بلنتي؟ اي بلنتي اكيد اكيد. وين ما وين قال ما هي بلنتي؟ لا بلنتي. رافع يده يا ولد، رافع يده. انقل ما هي بلنتي يا رجال، الحكم هذا بلنتي. ايش هذا دايخ؟ خلي تبي يا ابوي دايخ. بلنتي ونص. بلنتي ونص. ها ها جاز بلنتي. ايوه بلنتي. ها ارج 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 يا ولد. ها ما في اي شيء يقولوا. ها ما في شيء. شلون هي بلنتي؟ كم هي بلنتي؟ ها؟ أنت معي ها؟ قال ما هي بلنتي؟ والله حكم هذا مو هو. هلا بيه حط بلنتي ليه لا؟ طيب. في يده صافقة يا دحومي. والله بلنتي. شفت؟ على كيفه. على كيفه. ها شوف شوف يده يده يده. شوف يده. ها. شوف صافقة في يده. شوف 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 شوف. أيوة. شفته في يده. الحكم ذا بيفوز التعاون. بيفوز التعاون. إيه. والله لو إنه التعاون ومدر فجأة بيسوي شيء كذا ويقول بلنتي بلنتي. لو إنه التعاون لو إنه لو إنه اللي لا مو بلنتي. بس الحماس أكثر في روح اللاعبين في نفوسهم،
والهلاليين مع كرة أخرى خطيرة. في مكان خطير يعود خلف الكرة 4-5 خطوات مالكم ترك لكانو تسديدة. سلام يا سلام السلام. اخلط اخلط يدحهم يخلط النصر يفوز اخلط طال عمرك اخلط 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 يدحهم يخلط ايه اخلط اخلط قول كنو يا اخوان ما شاء الله ايه هذا رونالديني ولا كنو لا يا ابوي كنو كبيريو لا والله كنو لا والله كنو انا انا اقصد يا ابوي انه رونالديني وهذا ولا كان يعني من الحطه ما شاء الله اخلط يدحوم يخلط اخلط اخلط صداره ايش بس صداره وبس حسبي عليك لي هذا ذكرتك قد صوتي قد هالحال قلب صار اضلوع جرح البارح ندي سكة غرامك يا بلدي الخدين يا زاهر ونام نام يا رضال حياة وابن بلدي بلدي اجي صوبك واجي كمشي اجي كره عادي 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 طوفت هالك طوفت هالك رجل خاطر هيل ولا ما تطوف ولا اسمع ما زاد وزن راح تنسمي يا قوم يا قوم يا قوم اللي تذبحون العيش راكم واحد العشرين يوصل الحمي عشان كذا يا اخوان انا اقول ان ما ودي يعني والله العظيم انا نفسي اقابل قبل شيء يا ولد اقسم بالله العظيم يا مشاري والله اني اتمنى اقابل قبل شيء والله شاري اقسم بالله لا 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 الله لا يوفي تعدوك متحمس يا بنت لو تسوي العيب اخرج اخرج ترى صبر ليش؟ ليش ترى صبر ليش؟ شلني اخ 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 لا اله الا الله يا اخوان هوا 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 شوي هوا شوي هوا يا اخوان شوي هوا شوي هوا شوي هوا لا اله الا الله لا اله الا الله السلام عليكم السلام عليكم يا اخوان لا اله الا الله لا اله الا الله اللعبه بتجيب الضغط والسكر اللعبه ذي بتجيب الضغط والسكر يا اخوان كذابه كذابه ما في نت يا انا ما غير يقعدوا ما في نت سي كذابه الله يلعنها إنه فصل الشتاء وهكذا تكون الأجواء يجب أن نكون مستعدين لذلك البعض يشتكي